يبدو أن السؤال الأزلي الذي وحد البشرية سيبقى قائماً ما قامت الحياة: ماذا يمثل الماء للإنسان؟ له أجوبة كثيرة مختلفة تختلف حسب اختلاف احتياجاتنا له كل من منظوره. إنه الماء سبب البقاء وأصل اختيار الجماعات للوطن، وأحياناً حجتها البينة في الهجرة والنزوح. في مكان بعيد من تلك الجبال تستيقظ النساء باكراً وتسرعن لبلوغ مصدر الماء. سيكون عليهن انتظار الدور وتحمل الصبر لجلب بعض الماء. مصدر الماء هذا مصدر موسمي يقوى صبيبه ويزداد خلال الأشهر الماطرة، وتنذر به المياه خلال الأشهر الجافة. تعمد بعضهن لوضع الحمل على ظهرها لعدم توفر دواب عندهن. إنه التحمل الشاق في سبيل بلوغ الغاية، غاية الماء. كثيراً ما يشهد هذا المسلك الجبلي مرور جالبي الماء منه، يملؤونه ذهاباً وإياباً. إنها واحدة من أصعب قصص ارتباط الإنسان بعيشه. أخطو خطاي على إثر خطى العمة، لقد ذهبت قوة ظهرها سدًا وانحنى بجلب الماء كل يوم بذات الطريقة. أرافقها لأعاين طريقة صرفها له. في القائمة حصة الأغنام أولاً. تنتمي قرية إزلولاً إلى نفوذ جماعة أيتومديس إقليم أزيلال وسط المغرب، قرية بسيطة حمراء بنيت بيوتها من حجارة مصففة، تنبثق بها أبواب ونوافذ متواضعة للغاية. أول ما تبدأ به نسوة البيت عملهن بعد جلب الماء أن تظهرن مهارة سواعدهن في طبخ الطعام. عيشهن الدائم من دون ماء لا يمكن له أن يكون قد أثر على جودة طبخهن المتميز، لكن بعده عنهن قد أثر حتما على صحتهن. لو توفرت شبكة مياه موزعة على بيوت القرية، فمن شأنها أن تبعث بالحياة فيها وأن تغير معالمها نحو الأفضل. على حين غرة صعد الأهالي نحو الأسطح وقالوا بصوت واحد: وغوثاه، وغوثاه. من فوق سبع سماوات أجابهم مالك الملك محسن التدبير، ووضع في طرقاتهم عربات سوداء تسير باتجاههم. إنهم فريق جمعية رواء. فرح الأهالي بقدومهم وهبوا يستقبلونهم بما يتقنونه من أهازيج.
بسم الله تبدأ عملية الحفر، وطقطقة الآلة تعم الأرجاء. ننطلق نحو فناء القرية لمعايشة احتفال القدوم. يحتدم البرد باقتراب غروب الشمس، ولم تكن تنقصنا سوى أعطال تأتي على محفار الآلة. بالنسبة للحفل ضروري أخوي من المشاكل، يعني أنت تشوف هذا القادوس هذا وربط تحت وحل تبوش هذا بطل العقب يروح لأخوه. التف الجميع حولها وكل يقدم طريقته لإصلاح المثقاب. يتم إصلاح المثقاب أخيراً، وتواصل الآلة الحفر في هذه الأجواء الباردة. بتعمق المثقاب أكثر، ورغم برودة الجو المفرطة، إلا أن الأهالي أرادوا ألا تضيع عليهم فرصة العمر. يبدو أن شيابهم وشبانهم لم ينعموا من قبل بمشاهدة مياه متدفقة. التحف كل منهم غطاءه وقعد على جنب ينتظر. وجود عبد الرحمن بالمجموعة أضفى للفريق طاقة إيجابية لتحمل المزيد من برد الليل. مع ظهور ضوء الصباح يسود هدوء تام قرية إزلولن، ولم أرى نساءها يذهبن لجلب الماء، فما المانع لهن؟ الله أكبر، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه. أخيرا تتفجر المياه من ثقب الحفر. تبلل الجميع بمياه الانفجار، حتى سعيد قد بلغ منه البلل الكثير، حتى كاميرته لم تسلم منه. وبجانبه رفيقه عمر قد نال نصيبه من البلل. وهذا إبراهيم، غير أن معالم وجهه قد اختفت من شدة بهجته وفرحه. قصص الماء قصص أكثر طهراً وقداسة. كلما كان الآخرون في ظمأ واحتياج، فإنه لا يليق بنا أن نتركهم خلفنا وعيونهم تدمع. حقاً لا يليق بنا ذلك أبداً. بعد مرور بضعة أيام على مشاركته لنا لفرحة خروج الماء، شاء الله أن يغادرنا سعيد إلى دار البقاء. نسأل الله أن يكتب لخيرات هذا العمل وحسناته القبول، وأن يجعلها في ميزان أخينا سعيد رحمه الله.